السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، وسهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم وحلقة جديدة في هذا القسم المبارك من أقسام مجالس العلم، وهو قسم علم الحديث. أقسام متعددة من مجالس العلم تقدمها لكم قناة الندى مع نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين المتخصصين في عدد من العلوم الشرعية التي نقدمها لكم بشكل يومي بفضل الله سبحانه وتعالى. نشرف ونسعد في هذا القسم المبارك من مجالس العلم بضيف كريم، وفي الحقيقة ليس بضيف في هذه القناة، وإنما هو أبرز أحد دعاتها الذين يقدمون لنا العلم ليل نهار عبر شاشة الندى، كما اعتدناه في أهل الذكر وفي غيره من برامج رئيسية في قناة الندى، فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطاف. يا مرحبا شيخنا الحبيب. مرحبا دكتور، حياكم الله وسهلا. الله يحفظك، كم شرفت وسعدت بهذا اللقاء الذي أجلس فيه بين يديك. رضي الله عنك شيخ، هذا من نبل أخلاقي. الله يحفظك دكتور، الله يحفظك محمد، يعني ونسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياك. آمين وإياكم. مشاهدينا الكرام، تعودنا مع فضيلة الشيخ محمد، وإن كنت هذه المرة الأولى التي أشرف فيها في الحقيقة وأسعد باستضافته، في المجالس السابقة في علم مصطلح الحديث والتخريج وغير ذلك من علوم يدرسها. أما في هذه المرة فنحن نتدارس سويا بإذن الله سبحانه وتعالى بصحبة الشيخ أصول علم الحديث. فضيلة الشيخ محمد، لو تعطينا في البداية يعني إطلالة سريعة حول هذا القسم الذي سنبدأ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فأنا أيضا كذلك من دواعي سروري وحبوري أن أجلس بين يديك، وأنا لك محب. الله يحفظك، وأنا كذلك والله، وهذا يعني شرف لي أصلا أجمعني بصحبتك في جنب شيخنا. رضي الله عنك، الله يحفظك، الله يحفظك دكتور، ما علمنا عنك إلا الله خير، الله يحفظك، ويعني دماثة أخلاقك. الله يحفظك، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك. آمين وإياكم شيخ. طبعا نحن بصدد انطلاقة جديدة لمجالس العلم، وفي هذه الدورة إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن علم جليل جديد، ألا وهو علم الجرح والتعديل. وهذا فن وعلم نبغ فيه أهل الحديث، إذ هو مضمار هؤلاء الأشاوس الأكابر الأكارم رضي الله عنهم ورحمهم. أهل الحديث هم حاملوا لواء هذا الدين، كما قال الإمام الشافعي ورحمة الله عليه، قال: عليك بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا، إذ إنهم يعني يأخذون هذا الصواب ومحور هذا الدين من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ إنهم من أكثر الناس لزوما لهديه وسنته وقوله عليه الصلاة والسلام. نعم، فهم يأخذون دينهم عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، بهذا الإسناد أو هذه الأسانيد يعني التي يحملونها. نعم، كل أحد من الناس أو أي مذهب من المذاهب ينتهي إلى أحد رؤوس هذا المذهب، يعني نعم. مثلا لو قلنا مثلا مذهب الشافعي ينتهي إلى رمز، نعم، ألا هو الإمام، نعم، الشافعي. المذهب الحنبلي وليكن، نعم، أو المذهب المالكي، نعم، أو الحنفي إلى آخرهم. أما هؤلاء فإنما رأسهم هو رسول الله صلى الله عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويكفي أهل الحديث شرفا قول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامه. الله أكبر. فإمام أهل الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المعروف: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. ف
فأهل الحديث هم أرباب هذه الصنعة، نعم. وهم كما قلت حاملوا لواء هذا الدين. فهذا الفن وهو علم الجرح والتعديل كما قلت تكلم فيه فئام وأناس من أهل العلم، وهذا الأمر قوامه ورأسه الديانة، بمعنى أن يكون العالم المجرح أو المعدل يعني من أهل الديانة، لأن طبعا كثير جدا من الناس هذا ما نراه الآن يعني يجرح ويعدل بهوى. نعم، أن تكون المسألة هي شهوة، أن يريد أن يسقط الشيخ أو العالم. صحيح، نعم. ولذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول إن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم، نعم، وحرمه أقرانه رموه بما ليس فيه، رموه بما ليس فيه، وبئست الخصلة في أهل العلم. هذا الذي يسمونه فضيلة الشيخ محمد وحضرتك تصوب لي غيرة الأقران أو حسد الأقران، طبعا. أن يتميز عالم بعلم صحيح. فيقدح فيه الآخرون غيرة وحسدا يعني. صحيح، نعم. لذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول اتقوا غيرة العلماء فإنهم أشد الناس تناطحا، أو أشد إنهم أشد الناس تناطحا من التيوس في زروبها. نعم، عزكم الله، ما يكون البهائم في حظيرة يتناطحون، سبحان الله. لذلك كما قال بعض الحكماء ما خلا جسد من حسد لكن الكريم يخفيه، نعم، واللئيم يبديه. الله، هو مثلا هو شايف ان هو افضل حد، انا اسمعوا مني، انا لنا اللي عندي العلم، لكن فلان ده ما عندوش علم فيطعن فيه، وبئست الخصلة في اهل العلم. ولذلك كان الامام ابو عمرو الاوزاعي امام اهل الشام في زمانه يقول ان اذا سمعت الرجل يقع في غيره فاعلم انه يريد ان يقول انا خير منه. نعم، هي دي. هو ايه يا جماعه، انا حلو برضو وبقول كلام حلو في الدين وكلام زي كده. نعم، اذا رايت الرجل يقع في غيره فاعلم انه يريد ان يقول انا خير منه. ولذلك فضلت الشيخ راينا يعني بالذات في الايام الاخيره، نعم، هؤلاء المجرمين الذين يقدحون في اهل العلم ليل نهار ولا يصححون احدا الا انفسهم، ولا يعدلون احدا كمصطلحات حضراتكم يعني الا انفسهم. يعني في النهايه هو الشيخ الاوحد وما غيره من المشايخ كلهم أهل بدع وخوارج ومرجئة وما إلى آخر ذلك. نعم، صحيح، نعم. ولذلك كان أبو عبد الله سفيان الثوري رحمة الله يقول استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. نعم، استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. ولك أن تتخيل أن سفيان الثوري ده، نعم، من أتباع التابعين، ومع ذلك يقول في زمانه فإنهم غرباء، فكيف لو رأى زماننا. وكذلك كان أيضا رحمة الله يقول إذا بلغك عن رجل من أهل السنة في بلاد المشرق أو في بلاد المغرب فأرسل إليه بالسلام، ما أقل أهل السنة في هذا الزمان. ده في زمان سفيان كما قلت لك. وكان يوسف بن أسباط رحمة الله عليه يقول أهل السنة أندر من الكبريت الأحمر. الله، وكما قلت يوسف بن أسباط ده أيضا كذلك من أتباع التابعين، نعم، ومع ذلك يقول هذا الكلام. فأهل السنة فيه تناقص، فالمفروض يكون فيه شيء من الأزرة، شيء من المواساة، ترابط. نعم، لا أن احنا نطعن في بعض للأسف الشديد، وهذا يدل على قلة ديانة. إن هؤلاء الذين يحسبون أنهم يعني كحاملوا لواء السنة في زمان كما يعني يسمون أنفسهم بذلك أو يسمهم به أتباعهم وأذنابهم، إن فلان ده حامل لواء السنة في هذا الزمان، شيخ المحنة في هذا الزمان. المحنة. نعم، فعلا المحنة. وللأسف الشديد هؤلاء، نعم، يجدون أبواقا يبثون فيها هذا الكلام للأسف. نعم، ويجدون كما قلت أتباعا وأذنابا يحملون أيضا هذا الكلام ويطيرون به كل مطار. نعم، وهؤلاء كما قلت إنما يتكلمون بهوى. وعلم الرجال يحتاج إلى إنصاف تام كامل، يحتاج إلى رجل كامل المروءة. صحيح. ليه؟ عشان زي ما قلت مش هيعدل ولا هيجرح بهوى، لا، عنده قواعد وأسس هو يسير عليها. نعم، واضح إزاي؟ ولذلك كما قال أيضا بعض السلف من سمع بفاحشة فأبداها فهو كالذي من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أبداها.
هو زي اللي قالها أصلا. نعم. فالمفروض كما قلت إن الكلام السيء يوأد في صدر الإنسان. صحيح. لا أن كما قلت يجعل نفسه كذلك أيضا بوقا من الأبواق يطير بهذا الكلام ويقع في الناس. لأنه وطبعا هذا للأسف الشديد نراه الآن أن تلاقي كتير جدا عشان مثلا الشيخ أو العالم الفلاني مش موافق لهذا الكائن في بعض كلامه مثلا أو آرائه فيرميه. جميل تعبير هذا الكائن يا شو محمد. نعم. ما هذا الكائن هذا اصطلاح استعمله بعض المحدثين سبحان الله. نعم. لكن هذا المصطلح هذا الكائن يستخدمه بعض اهل العلم تصغيرا او تقليلا ولا احتقارا؟ طبعا احتقارا ازدراء. ما هو الذهبي رحمه الله عليه قال ذلك في بعض الرواه، قال طير غريب وقال كائن وقال يعني نحو. نعم. هذا الكلام يقوله العلماء. نعم. طير غريب يعني حاجة كده مش موجودة أصلا. نعم. أنا زي. أسمع كثيرا من هذه المصطلحات ويعني سعدت بأن أكون مع فضيلتك في هذا القسم لكي أتعلمها وأفهمها. أسمع كثيرا هذه المصطلحات العلم الحديث، لا سيما فلان مخروم العدالة وثقة سب. وكنت أسمع شيخنا فضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق شفاه الله وعافاه دائما يردد بعض هذه المصطلحات وأنا لا أفهمها في الحقيقة لكن كنت أحبها. لا حقيقة يعني أهل الحديث لهم كلام رائع. نعم. غاية في الجزالة وغاية في الازدراء والاحتقار مع جميل وكمال الحشمة في الألفاظ. سبحان الله. يعني يعني يجرحون ويعدلون لكن كما قلت. نعم. حتى بكلام محتشم. مش كما نرى الآن تلي يقع ويسب ويخوض في عرض العالم أو الشيخ كما قلت لعدم موافقته أو حتى مخالفته. وهذا كما قلت إنما يدل على هوان. نعم. لذلك كان الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه شيخ أهل زمانه قال في كتابه الاقتراح، قال أعراض المسلمين حفرة من حفر النار يا ربي. وقف على شفيرها الحكام والمحدثون. أعراض المسلمين حفرة. ما ينبغي لمسلم أن يتقحم هذا الفن أو هذا الكلام إلا كما قلت بإنصاف كامل. نسأل الله العافية. أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. نعم. وقف على شفيره الحكام والمحدثون. كما قلت المحدثون إنما يجرحون ويعدلون صيانة لهذا الدين. يعني مثلا ذكر الرامة هرموزي في كتاب المحدث الفاصل أن الأعمش أبو محمد رحمة الله عليه كان يجلس ذات يوم وحوله أصحاب الحديث. نعم. جالس في المسجد وحوله أهل الحديث. وطبعا لك أن تتخيل اللي هيعود حوالين حوالين الأعمش ده مين؟ هيعود السفيانين ما شاء الله، هيعود شعبة صح، يعني هيعود هؤلاء المشاوس. نعم. الأكابر. نعم. صحيح. فهمتك إزاي؟ فمر عليه رجل فقال يا أبا محمد من هؤلاء الذين من حولك؟ وإن أنت بقى حاولهم لافهم حوالين نفسك. نعم. من هؤلاء الذين من حولك؟ فقال له أسكت، فهؤلاء هم الذين يحفظون عليك أمر دينك. الله أكبر. لولا أهل المحابر. نعم. لخطبت الزنادقة على المنابر. صحيح. لولا أهل الحديث ما تكلم الناس. ما تكلم إلا أهل الحق، وهذا الذي يكون. نعم. ليه؟ ما هو دلوقتي كل من هب ودرج يطلع يتكلم. ما هو فيش دلوقتي ما فيش حشمة وما فيش حد ليه سلطان على حد. نعم. لكن لو أن هذا الفن وهذا العلم موجود الآن ولا تكلم فيه إلا أهل الديانة من أهل الحديث ما رأينا هؤلاء الأصاغر تصدروا. نعم. لولا أهل المحابر، أهل المحابر اللي هم يكتبون الحديث يعني. يعني طبعا كان قديما العلماء يكتبون الحديث في بالمحابر يعني. نعم. حتى يعني يذكر محمد بن سلام البيكندي انه كان في مجلس حديث اذ قصف قلمه. نعم. فقال قلم بدينار فتطايرت عليه الاقلام. خد بالك ازاي القلم اتقصب. ما هو مش عايز يعدي كلمه للشيخ. بين لو عدى كلمه خلاص كده الحديث راح وما يقدرش يقول حدثنا وما يقدرش يقول سمعته. فمحتاج ايه؟ محتاج قلم بدينار فتطايرت عليه الاقلام. ليه؟ ما هو مش كل اللي حاضرين دول من اهل الحديث. صحيح. واخد بالك ازاي؟ الامام احمد رحمه الله عليه كان يحضر مجلسه 100,000. الله اكبر. اي نعم. 100,000
راو 100,000 إنسان، 90,000 يتعلمون من سمته وهديه ودله، 10,000 يكتبون الحديث. الله. هذه هي. أخذ حاجة زي. فدي ده أمر مهم جدا. نعم. لذلك أيضا بعض العلماء كان يكتب في مجلس، فكان أوراقه امتلأت، فكتب على ظهر إنسان أمامه. فلما انتهى المجلس أراد هذا المكتوب على ظهري أن يقوم، فقال له اجلس، فقد كتبت المجلس على ظهري. أهل الحديث العلماء كان عندهم شغف، شغف شديد جدا وصبر يا شيخنا عجيب جدا يعني. يا أما مسألة الصبر فلك أن تتخيل أن مثلا ابن خراش، ابن خراش هذا أحد النقاد والعلماء، نعم، ابن خراش هذا يقول شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات. يا ربي، لك أن تتخيل أن إنسانا انقطعت به السبل حتى لم يجد إلا أن يشرب بوله 5 مرات. طب مش مرة ويتوب؟ لا. طب مرتين يا عم وخلاص كفاية؟ لا. طب ما السبب هنا يا شيخ محمد؟ انقطع به السبل، معوش مية، هيموت في طريقه لطلب العلم، طلب الحديث. ما هو في هذا الشأن يعني، أقصد نعم. علم الحديث يعني. نعم. إيه نعم. أخي حكي زي يعني مثلا كذلك الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كنت بمصر، قال فأردنا مجلس شيخ، فقيل لنا إنه عليل مريض. نعم. قال فرجعنا، وفي طريق رجوعنا مررنا على السوق فاشترينا سمكة. تمام. قال فلما حضرنا إلى البيت حضر مجلس الشيخ الآخر. تمام. فانطلقنا. تخيل بقى ان حياتهم دي كلها كانت حياتهم كده، من المجلس ده للمجلس ده للشيخ ده للشيخ ده. نعم. دي كانت حياتهم. قبل حاجه زي والله يا شيخنا هؤلاء قوم اصطفاهم الله سبحانه. صحيح. لحمل هذا الدين يعني. صحيح. نعم. صحيح. قال فانطلقنا الى مجلس الشيخ وتركنا السمكه كما هي. قال حتى مرت 3 ايام حتى خشينا ان تتعفن فاكلناها نيئه. نيئه اكلوها نيئه. نعم. نعم. ما عندهمش وقت ان هم يضيعوه ان هم يسووا. نعم. مع ان ده شيء طبيعي جدا، الواحد يتقوى. صحيح. عشان يقدر يطلب. صحيح. العلم. نعم. لكن مع ذلك لا، هو دلوقتي في غربه، انا دلوقتي جاي مصر ليه؟ عشان اطلب العلم. ما هو اصل عبد الرحمن بن حاتم ده من الري. الري دي فين؟ في ايران. نعم. وجاي هنا في مده بسيطه جدا عشان يكتب عن اهل مصر، ثم ينطلق منها الى بلد اخر، مش هيروح بيتهم. نعم. ابو حاتم الرازي يقول مكثت في رحلتي الأولى 12 سنة. نعم. 12 سنة في الرحلة الأولى. قعد 12 سنة مغترب في البلاد يكتب الحديث. في الرحلة الثانية قعد 9 سنين. نعم. 9 و12 قعد عندك 21 سنة. بيعمل إيه؟ يكتب الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل أن برضو أبو حاتم الرازي ده كاد أن يموت. أبو حاتم الرازي كان في طريق رحلته يكتب الحديث، المهم انقطعت به السبل. نعم. حتى مات كل من معه ولم يبق إلا هو وإنسان آخر. خلاص كل واحد منهم. قال فسقط صاحبي وانطلقت أنا. نعم. قال فإذ بقوم قد ركبوا سفينة. قال فأشرت إليهم، قعد يعمل لهم كده، فجاءوا فسقوني، فقلت خلفي إنسان يموت. فانطلقوا إليه، شربوه وقاموا بقى بعافية وصحة كويسة جدا وحملوه معهم. طب ليه كل ده؟ صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ليه؟ كما قلت علماء الحديث كانوا ينقبون عن الحديث في كل مكان. نعم. ما يعلمون عن أحد أن عنده إسناد إلا وانجفلوا وانطلقوا إليه. لذلك كان الواحد من هؤلاء يبيع الحمار ويبيع الدار وينطلق. سبحان الله. أي نعم. ليه؟ عشان يكتب الحديث لا يغرب عليه أحد قط في حديث. لذلك أيضا كذلك من الأمور التي استعملها أهل الحديث مسألة المذاكرة. نعم. مذاكرة الحديث. إحنا دلوقتي مثلا 5 أفراد قاعدين. طيب إحنا دلوقتي هنقعد نعمل إيه؟ نتذاكر الحديث، مش هنقعد بقى نغتاب ولا ننم
ولا نذكر أحدا بسوء، لا نتذاكر الحديث. أنا أطرح عليك إسنادا وأنت تقول لي المتن ونعكس. نعم. طيب أنت عندك كم حديث عن الشيخ الفلاني؟ عندي 10 أحاديث. لا أنا عندي 15. تمام. فكل منا يغرب على الآخر. لذلك كان أبو حاتم الرازي يقول من أغرب علي حديثا في فلان، اللي هو الشيخ يعني، في فلان فله بكل حديث دينار. ما شاء الله، ما استطاع أحد أن يغرب عليه. لذلك أيضا لما جاء البخاري رحمه ما استطاع أن يغرب عليه أن يجيب حديث مش عنده، لا يحفظها. نعم يجيب حديث مش عنده. ما شاء الله. أي نعم. ولذلك أيضا برضو مثلا أبو زرعة الرازي لما قال لعبد الله بن أحمد أبوك يحفظ 1000 حديث، مليون حديث، فقال له كيف عرفت ذلك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. الله. أبو زرعة الرازي هذا كان يحفظ 600,000 حديث. ما شاء الله. 600,000. أبو زرعة الرازي هذا يقول أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. الله أكبر. ما شاء الله. هذا كما قلت كرامة لهذا الدين. حفظ الله عز وجل هذا الدين بهؤلاء الرجال. ثم نتفاجأ شيخنا الحبيب وحتى تحدثنا عن هؤلاء الكبار الأبطال. نعم. بهؤلاء البطالين في الحقيقة الذين يقدحون في أئمة الحديث وأئمة السلف وأئمة كتب التراث ويطعنون في حفظهم ونقلهم وكتبهم، وهم في الحقيقة ليس عندهم مثقال ذرة من علم هؤلاء الكبار. لا طبعا. نعم. يعني هؤلاء العلماء الأسلاف لو أن أحدا منهم بصق بصقة فلعقها هؤلاء الأوغاد لصاروا علماء والله. لكن هؤلاء، وبئس الرجل. نعم. الذي يأكل بديني. بئس الرجل. صحيح. هؤلاء الأذناب الذين يحسبون أنهم بمقالة عرجاء في صحيفة أو في قناة أو حتى في جريدة مقعدة، هؤلاء يحسبون أنهم بهذه المقالات يهدمون دينا عظيما في قلوب أربابه. نعم. فما هم إلا ككف طفل يراد له إخفاء القمر ليلة بدوره. الله أكبر. أو كوب من الماء يسكب لإخماد وهج الشمس عند ظهوره. نعم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. سبحانه وتعالى. أهل الحديث هم حراس هذا الدين كما. نعم. قال سفيان. قال الملائكة حراس السماء. حراس الحدود. أي نعم. نعم. الملائكة حراس السماء. وأهل الحديث حراس الأرض. نعم. فأهل الحديث كما قلت هم الذين يذبون الكذبة عن هذه الديانة. كما قلت كما حضرتك تفضلت أنفا، هم حرس الحدود. صحيح. ما يستطيع أحد أن يتخلل إلى. نعم. هذا الدين إلا ويجد هؤلاء يقفون له على الرصد. ما يستطيع أحد أن يدس حديثا في دين الله. نعم. لذلك لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث التي وضعها الزنادقة، قال تعيش لها الجهابذة. تعيش لها الجهابذة. الجهابذة. لذلك لما كذلك أحد الوضاعين لما أحضر في مجلس الرشيدي وأراد أن يضرب عنقه، فقال له كيف بكم وقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، تعملوا فيها إباك؟ فقال له اسكت يا أحمق، كيف بك بابن المبارك وأبو إسحاق الفزاري وهما يتخللانها واحدة واحدة؟ انت هتروح فين؟ روح انت بس غور، مت ان شئت، يعني موت يعني. نعم. وما تشلش هم الدين، ما تشلش هم خالص، بس انت موت، والحديث اللي انت وضعتها احنا عندنا جهابذة. نعم. وعندنا علماء حفاظ سيتخللون، هيطلعوها ينقوها واحد واحد. فأهل الحديث لهم المنة. نعم. في عنق كل إنسان ينتسب وينتمي لهذا الدين كما. نعم. قلت هم الذين حفظوا لنا هذا الأصل. نعم. إذ إن الدين، الديانة عبارة عن إيه؟ قرآن وسنة. نعم. طيب هؤلاء العلماء أهل الحديث حفظوا لنا هذا الدين بإيه؟ بصيانة السنة. نعم. والمحافظة على قوله عليه الصلاة والسلام وذب الكذب عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما يجرؤ أحد في جنبات الأرض أن يضع حديثا
عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وتجد أهل الحديث قد فزعوا بهذا الحديث. دي ما عندنا خبر بهذا الكلام. ما هو لله الحمد ديننا دين محفوظ. الله عز وجل لما وكل التوراة إلى اليهود أضاعوها، ولما وكل الإنجيل إلى النصارى أضاعوه، فقال سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أجمع جمهور المفسرين على أن الذكر في هذه الآية قرآن وسنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة أيضا قرآن وسنة. يعني لا يصح هنا أن أقول كما يقول البعض أن الحجة تكون في القرآن فقط وليس للسنة حجية في هذا الباب مثلا. وهو لذلك كان الفاروق عمر رضي الله عنه يقول السنة قاضية على القرآن. السنة قاضية على القرآن، بمعنى القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن مجمل. من الذي فصل هذا الإجمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بسنتي. طب السنة دي احنا عرفناها ازاي؟ بصحة السند إليه صلى الله عليه وسلم. طيب من الذين حملوا لنا هذا الكلام؟ رجال. طب هؤلاء الرجال ما هي مكانتهم؟ ما هي مثلا ما هو صدق هؤلاء الرجال؟ كيف هي مكانتهم؟ من الجهالة أو العدالة أو الجرح أو التعديل لا نعرف هذا إلا بهؤلاء العلماء. واضح إزاي؟ نحن مثلا ما عاصرنا هؤلاء الرواة، ما عرفناه. واضح إزاي؟ طيب من الذي دلنا على هذا؟ العلماء هم الذين عاصروهم وعايشوهم. واضح إزاي؟ يعني مثلا لما جاء إسماعيل بن علية إلى الإمام أبي زكريا يحيى ابن معين، فقال له يا أبا زكريا، ولك أن تتخيل أن إسماعيل ده بمرتبة شيخ ابن معين، شيخه، ما هو أصل ابن علية ده، علية دي أمه طبعا، هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، تمام؟ هو لكن هو شهرته بابن علية. ابن علية هذا كيف جاءت تسمية بأمه؟ هل كانت هي شيخة في الحديث أيضا؟ اشتهر بها يعني. اشتهر بها. زي مثلا شرحبيل بن حسنة. ما حسنة دي أمه. أو ابن تيمية رحمه الله. أو ابن تيمية. لكن زي ما قلت لك ابن علية من مشايخ أحمد، وأحمد طبعا من أقران ابن معين. فهو شيخه ابن علية ده، شيخ ابن معين، شيخ أحمد، شيخ ابن مهدي إلى آخره. فجاءه جاء إلى يحيى ابن معين. وقال له يا أبا زكريا كيف حال حديثي عندكم؟ عندكم يعني مين؟ يعني أنتم يا أهل الحديث، يا من تجرحون وتعدلون. كيف حال حديثي عندكم؟ فقال له ابن معين أنت مستقيم الحديث، حديثك كويس. وابن علي ده كان سماء. يعني من الأفذاذ ما شاء الله، الحفاظ الأثبات، ليس له نظير. علي هذا سماء. فقال له أنت مستقيم الحديث. فقال له وكيف عرفتم ذلك؟ عرفت إزاي أنا مستقيم الحديث؟ قال عارضناها بأحاديث الناس فوجدناها موافقة. طيب يبقى ده العلماء إزاي بيعرفوا أن الراوي ده عدل أو مش عدل؟ مثلا بيعرفوها إزاي؟ بالمقارنة. دلوقتي مثلا الشيخ الفلاني ده روى عنه كام مثلا طالب لهذا المجلس؟ مثلا 20 واحد كانوا حاضرين المجلس ده. طيب الشيخ ده روى كام حديث في المجلس ده؟ 20 حديث كما قلت، تمام؟ طيب انا عايز اعرف صدق روى من كذبي، عايز اعرف الراوي ده حافظ ولا مش حافظ، اعمل ايه؟ هجيب الحديث اللي رواه واشوفه هل الرواه الباقين دول رووا الحديث على نفس ما روى هذا الراوي أم هناك مخالفة ومعارضة. طيب لو كان الراوي ده كثير المخالفة بيخالف الثقات دول البقية اللي هم 19 بني آدم دول، يبقى الراوي ده إيه؟ ضعيف. ليه؟ لأنه لم يوافق الثقات. الثقات رووا الحديث على وجهه. واضح؟ هذا الراوي خالف هؤلاء الجمع وراه على وجه آخر. وليكن الحديث مثلا المحفوظ فيه أنه حديث مرسل. واضح ازاي؟ جاء هذا الراوي فاسند المرسل. اسند المرسل ده اللي هو ايه؟ ان يسقط فيه راو في اخر السند. يبقى في اخر السند في حد مش معروف، انا مش عارف هو مين. ما طبعا من الاشياء غير الدقيقه في علم الحديث يعني ان يقول لك سقط منه الصحابي.
لا طبعا الكلام ده غلط. ليه؟ لان انا لو عارف ان الصحابي هو الذي سقط، الصحابه كلهم عدول، اذا هي حديث مستقيم مفيش مشكله فيه. لكن ان يكون الساقط في اخر الاسناد غير معروف، لو زي ما قلت لو معروف ان الصحابي امرر الحديث واصححه، لكن انا مش عارف هو مين اللي وقف. نعم. عشان كده من باب الاحتياط لا، المرسل من اقسام الضعيف. واضح ازاي؟ طيب زي ما قلت يبقى هذا الراوي لما روى الحديث عمل ايه؟ رواه على الوجه المسند. يبقى الرواة كلهم ال 19 دول رووا الحديث مرسلا. نعم. وجه البني ادم ده لوحده عمل هذا الكائن يعني. هذا الكائن. نعم. عمل ايه؟ اسند الحديث. نعم. انا اقول له الى النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. انت كده ايه؟ خالفت. طيب خالف مره ماشي. خالف مرتين عادي. ثلاثة يعني. لكن ما تكونش حياته كلها مخالفة. نعم. واضح ازاي؟ وهو كثرة المخالفة تدل على قلة الحفظ والضبط. نعم. إذ إن من شروط الثقة أنه قليل المخالفة. فالذي لا يغلط هو الكذاب. نعم. الكذاب فقط هو الذي لا يغلط. أما أي إنسان كائنا من كان مهما بلغ الذروة في الثقة والتثبت فلا بد أنه يغلط. إذ إن الإنسان يعتريه ما يعتري الناس. أي إنسان يعني لك أن تتخيل. نعم. أن الشارع الحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. نعم صلى الله عليه وسلم. فإذا نسيت فذكروني. عادي جدا. ولما صلى صلى الله عليه وصحبه وسلم فغلط في بعض الآية. كان بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم. فنسي آية صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت في السنة دي. نعم. فسأل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أليس فيكم أبي بن كعب؟ قال نعم يا رسول الله. قال لما لم تذكرني؟ قال يا رسول الله ظننت أنها نسخت. سبحان الله. وحق لأبي يعني صحيح اترعب يرد. صحيح. رد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. نعم. فلك أن تتخيل إن ده نبي النبي. نعم. عليه السلام ومع الله. ذلك نسيه. صحيح. يبقى ده زي ما قلت شيء مجبول عليه كل بني آدم. كل. نعم. بني آدم خطاء. نعم. واضح ازاي؟ لكن طبعا ده الخطا الايه الشرعي. مش اذا كنا نحن في برامجنا العاديه يا شيخ محمد. نعم. عندما ناتي الى حديث احد الاسئله اقول ممكن الشيخ محمد مصطفى يسمع الحديث، عاوزين نتاكد لا الاول من الحديث او الشيخ الحميد الله يحفظه. الله يجزاك. فما بالك بأبي الذي يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فالامر فعلا صعب يعني. جدا. نعم. جدا جدا. وده زي ما قلت لحضرتك ده المشرع اللي هو النبي صلى. نعم. الله عليه وسلم. نسي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم. هذه الفضيلة. إنما أنا بشر مثلكم. واضح إزاي؟ فحتى ده حصل حتى الصحابة. نعم. يعني الصديق رضي الله عنه لما خفي عليه مثلا مسألة ميراث الجدة. ده الصديق. ده الصديق يعني ده هو مفيش حد. نعم. وعلمت أن عمر رضي الله عنه تقريبا كان يخفى عليه أيضا التيمم أو ما شابه. التيمم ومسألة الاستئذان. نعم. إلى آخر ذلك. عشان كده برضو كذلك في يعني كتب موجودة السيوطي ألف في ذلك وابن حجر ألف في ذلك. نعم. مسائل موافقات عمر. مع أن ده عمر الفاروق ونزل القرآن موافق. نعم. لرأيه. نعم. ومع ذلك برضو خفي عليه جانب. صحيح. صحيح. لذلك في الصحيح حديث عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد. نعم. نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما. فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغير. وإذا نزل فعل مثل ذلك. قال فجاءني الأنصاري يوما فزعا. تمام. فقلت أجاءت غسان. الصحابة كانوا ينتظروا أن الروم هي نجوم. نعم. تمام. فقال لا الأمر أشد من ذلك. قلت وما ذلك؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. صلى الله عليه وسلم. ده أشد عنده من إيه؟ من إن الحر هجوم الروم هم. نعم. يقتلوا. ما فيش مشكلة في القتل والكلام ده كله. نعم. واضح إزاي؟ طالما أن هذا في جنب الله ما فيش مشكلة خالص. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. نعم. وذلك في ذات الإله وإن يشأ
يبارك على أوصال شلوين ممزعي. بس أهم حاجة إن النبي ما يتضايقش صلى الله عليه وسلم. النبي بقى ما يكونش مثلا واخد على خطره. لا ده أصل ده النبي. نعم. ده صاحب الجناب الشريف. كان الصحابة رضي الله عنهم يعني لا يرضون بالهواء العليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشد عندهم من حبهم لأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم. كانوا يحبون النبي حبا شديدا. نعم. واضح ازاي؟ ومع ذلك قال لا، الأمر أشد من ذلك. عشان كده الصحابة زي ما قلت خفي عليهم بعض الأمور. نعم. كان يعلمها البعض وتخفى على البعض. نعم. واضح ازاي؟ مثلا كذلك الإمام الزركشي ألف كتاب الإجابة. نعم. الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. عائشة كانت معيشة مع النبي عشر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. واضح ازاي؟ ففي بعض الأمور خفيت على بعض الصحابة علمتها عائشة فاستدركت عليهم، تقول رحم الله عمر. نعم. غفر الله لك يا أبا هريرة إلى غير ذلك. واضح ازاي؟ فممكن الأمر يكون عند صحابة من الصحابة. نعم. ويخفى على الآخر. نعم. هكذا كان هو الأمر في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال له بعض الناس أكثر أبو هريرة، فقال أبو هريرة وقد غاضب، فقال يقولون أكثر أبو هريرة، أنتم بتقولون أنا بكثر أحاديث عن النبي يعني؟ نعم صلى الله عليه وسلم. يقولون أكثر أبو هريرة، والله لقد كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبعي أو على ملء بطني، وكان إخواني من الأنصار يشغلهم الصفق بالأسواق. نعم. كان ملازم النبي ملازمة كاملة. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بالحفظ. نعم. وهو أيضا القائل كما في الصحيح حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين من نعم. الإن نعم. أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. سبحان الله. أي نعم. لذلك يعني برضو من الحكمة إن بعض ممكن الإنسان يخفي شيء من العلم اللي هو ملوش علاقة بالشر. نعم. كما قال أحد العلماء ليس كل ما حضر من العلم حضر أوانه، ولا ما حضر أوانه حضر إخوانه. نعم. ولا ما حضر إخوانه حضر وقته وزمانه. ممكن إنسان يخفي شيء من العلم لمصلحة راجحة عنده. نعم. صح ازاي؟ لكن الأمور الخاصة بمسائل الشريعة لا. من كتم علما. نعم. في الحالة دي. لكن في الحالة الثانية يعني العلماء حتى أولوا مسألة الوعاء الثاني الذي أخفاه وقالوا هذا خاص بالفتن ومسائل الخلافة ونحو ذلك. نعم. خروجا من هذا. واضح ازاي؟ لكن انظر إلى الصحابة رضي الله كيف كما قلت كيف أنهم كانوا يحفظون كل ما دق وما جل من سنته صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل حتى مسائل الجرح والتعديل. نعم. هو عليه السلام هو أول من استعمل ذلك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. واضح ازاي؟ ولعل هذا ان شاء الله يعني يأتينا نتكلم. نعم. في وحاج اشرت نعم اشرت نقطه مهمه جدا الشيخ محمد الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نسي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالصحابه رضي الله عنهم، وكذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غابت عنهم بعض المسائل. وهذه اشاره مهمه لمن يريد الطعن في كثير من الاحيان في علماء الاسلام او في الائمه او في البخاري او مسلم او ائمه السنه، اننا لا نؤله احدا ولا نثبت لاحد العصمه، وانما نحترم هؤلاء الرموز الذين بذلوا الغالي والنفيس كما أوضح فضيلة الشيخ محمد في هذه الحلقة، هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم في الحقيقة وبأموالهم لأجل كتابة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخ محمد أنا مستمتع جدا بالحديث، وكم كنت أود أن تكون الحلقة أكبر من هذا الوقت يعني، لكن يعني عزاؤنا أننا سنستكمل إن أبقانا الله تبارك وتعالى وبارك الله في أعمالنا. شرف لنا شيخ. الله يحفظك. كل الشكر والتقدير لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام. جزاك الله خيرا شيخ محمد وأحسن الله إليكم. نفع الله بكم دكتور. أحسن الله بكم شيخنا. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في مجلس آخر بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس العلم بصحبة نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.